هل سيتمكن تولي وفيسل اللذان رأوا ملكي التي ظنوا أنها ماتت بعد أشهر من تذكير ملك بأيامها الماضية؟ ملك التي كانت تقيم في منزل جوليدا لعدة أيام تلتقي أخيراً بتولي. يصاب تولي وفيسل بالصدمة عندما يجدان أن ملك على قيد الحياة، ومع ذلك ملك لا تتذكر تولي وفيسل وإنجي لأنها عانت من فقدان الذاكرة بسبب الحادث المروري الذي تعرضت له. تقول تولي إنهم فقدوا إليف في الحادث، لكن ملك لا تقبل ذلك أبداً وتهرب منهم معتقدة أن تولي ستؤذيها. هل سيتمكن تولي وفيسل من تهدئة ملاك وتذكيرها بمن هي؟ عندما يدرك طارق أن كرم يتبعه، يقوم بإعداد خطة ويحول كرم إلى زاوية. من ناحية أخرى، تذهب تولي إلى منزل جوليدا غير مدركة أن ملك تعيش هناك. هل ترى تولي ملك هذه المرة؟ بعد أن يدرك طارق أن كرم يسعى وراءه، يأتي بخطة ماكرة ويدعو حميرة لقضاء عطلة بدلاً من رنا في اللحظة الأخيرة. عندما يرى كرم حميرة بدلاً من امرأة أخرى في غرفة الفندق، يشعر بالحرج تجاه طارق. تمكن طارق من الهروب من قبضة كرم مرة أخرى، لكن رغم كل شيء لا يستطيع كرم التخلص من الشك الذي بداخله. من ناحية أخرى، لا تزال ملك تعيش بجوار جوليدا. جوليد التي لا تستطيع تحمله، لا تسمح لملك بالبقاء في الشوارع بمفردها. هل ترى تولي التي لا تعلم أنها في نفس الحي مع ملاك ملاك أخيراً؟ يخطط طارق لقضاء عطلة للتصالح مع رنا. عندما علم كرم بخطة طارق، تأكد أنه يخون أخته ويتبع طارق. هل سيتمكن كرم من كشف مخططات طارق هذه المرة؟ يريد طارق التصالح مع رنا، ويخطط لقضاء إجازة صغيرة لشخصين خارج المدينة. لكن كرم عالم بخطة طارق، يتصل بحميرة ويحاول معرفة خططهم لعطلة نهاية الأسبوع. وعندما يسمع أن حميرة ليست على علم بأي شيء، يعتقد أن شكوكه في محلها. بعد أن أدرك كرم أن طارق يخون حميرة، يلاحق طارق ويتبعه إلى الفندق الذي سيقيم فيه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. لكن مفاجأة غير متوقعة تنتظر كرم في غرفته بالفندق. تتخذ رنا إجراءات للانتقام من طارق. تسوء الأمور ويجد طارق نفسه محاصراً. ماذا ستكون خطة رنا هذه المرة؟ تغضب إنجي من تولي التي لا تصدقها. من ناحية أخرى، تشعر تولي بالانزعاج لأنها لم تتمكن من إخبار إنجي بما حدث بعد الحادث. من ناحية أخرى، يستمر فيلدان في جعل مسيد يشرب السم كدواء بإلحاح من طارق. تدهور صحة مسيد يقلق الجميع. كرم الذي لا يستطيع فهم وضعه بقي عاجزاً. في الشركة، بعد مشاجرة مع رنا، طارق أخذت إجازة وأغلقت على نفسها في منزلها للابتعاد عنه. ومع عدم تمكنه من الوصول إليه، بدأت أعصاب طارق في التدهور. رنا تحب هذا الوضع كثيراً. رنا التي تريد الانتقام من طارق وإيذائه، تحاصر حميرة التي تعتقد أنه صديق. تتخذ رنا إجراءات للانتقام من طارق. تسوء الأمور ويجد طارق نفسه محاصراً. ماذا ستكون خطة رنا هذه المرة؟ تغضب إنجي من تولي التي لا تصدقها. من ناحية أخرى، تشعر تولي بالانزعاج لأنها لم تتمكن من إخبار إنجي بما حدث بعد الحادث. من ناحية أخرى، يستمر فيلدان في جعل مسيد يشرب السم كدواء بإلحاح من طارق. تدهور صحة مسيد يقلق الجميع. كرم الذي لا يستطيع فهم وضعه بقي عاجزاً. في الشركة، بعد مشاجرة مع رنا، طارق أخذت إجازة وأغلقت على نفسها في منزلها للابتعاد عنه. ومع عدم تمكنه من الوصول إليه، بدأت أعصاب طارق في التدهور. رنا تحب هذا الوضع كثيراً. رنا التي تريد الانتقام من طارق وإيذائه، تحاصر حميرة التي تعتقد أنه صديق.
يلتقي إنجي وملك مرة أخرى، لكن ملك لا تتذكر إنجي. يبدأ ماسيد بالمرض بسبب الأدوية التي قدمها فيلدان. بعد رؤية ملك في الشارع للمرة الثانية، تمكن إنجي من التحدث معها هذه المرة، لكن ملاك لا تتذكر إنجي رغم كل جهودها. تخبر إنجي تولي أنها رأت ملك، لكنها لا تزال غير قادرة على إقناعها. تعتقد تولي أن إنجي تفتقد ملك وأليف كثيراً، وتعتقد أنها تحلم مرة أخرى. في القصر، تبدأ الأدوية التي أعطاها فيلدان سراً لام مسايد في التأثير، وتتدهور صحة مسايد يوماً بعد يوم. تشعر فيلدان بالندم على ما فعلته، لكنها لا تستطيع التوقف عن إعطاء الأدوية بسبب ضغوط طارق. تعتقد رنا أن طارق وضعها في الخلفية ويتخذ إجراءات للانتقام، بينما لا تستطيع إنجي تصديق أن ملك قد ماتت، إلا أنها تواجه مفاجأة كبيرة. تعتقد رنا أن طارق يهملها وتذهب إلى القصر لتخويفه، ولكن عندما يرى حميرة ترتدي الأقراط التي طلب من طارق شراءها، يصاب بالجنون. معتقداً أن طارق يضع حميرة أمام نفسه، لا يستطيع طارق فهم موقف رنا البارد، ويأخذ الأقراط التي يريدها ويذهب إلى رنا. تغضب رنا أكثر عندما ترى الأقراط، بينما يحاول طارق فهم سبب تصرف رنا بهذه الطريقة، تستمر رنا في التوبيخ. من ناحية أخرى، بينما تستمر إنجي في الاعتقاد بأن ملك على قيد الحياة، فإنها تواجه موقفاً لم تتوقعه أبداً. أمس يلتقي إنجي وملك هذه المرة. عندما يتأكد طارق من أن ملك على قيد الحياة، يطلب من رجاله العثور عليه وقتله. من ناحية أخرى، يريد ماسيد العثور على ملك ويأخذها تحت جناحها. يضطر فيسل لإخبار إنجي أن عائلة ملك ماتوا في ذلك الحادث. تحاول إنجي استيعاب ما سمعته، لكنها لا تصدق أن ملك وأليف ماتا. تمرض ماسيد بسبب الأدوية التي تتناولها. تحاول شريا وأيلف دائماً دعم مسايد من خلال التواجد بجانبه. أليف، التي تشتاق إلى والدتها، تشعر بالرضا تجاه حب سوريا. من ناحية أخرى، طارق، الذي علم أن ملاك على قيد الحياة، يطلب من رجاله العثور على ملاك وقتلهم. ماسيد يأمر مصطفى بالعثور على ملاك والعناية بها في أسرع وقت ممكن. موقف طارق اللامبالي تجاه رنا يثير غضب رنا. بعد ذلك تقوم رنا بترتيب لقاء مع حميرة وتذهب إلى القصر. لا تستطيع إنجي إقناع أي شخص بأنها رأت ملاك.